كم تحلو الأوقات نحكي قصصا ما أجملها فيها عبر وابتسامات. هيا 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 يا أخوي. أنا صرصارة عندي أفكار جبارة وأخطط أيضا بمهارة وأغامر لكن بخسارة. عاداتي أغرب عادات. هيا 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 هيا, هيا يا أخوي. أنا سلمى كبرى الأخوات كم أنصح أختي وأهاتي. أنصح في كل الأوقات لكن لا تسمع كلماتي. آه من هذا الآه. هيا 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 يا أخوات. أنا سلوى صغرى الأخوات وأكرر دوما سؤالاتي. أين وكيف وهل ولماذا كي أتعلم خير صفاتي. ما أجملها من صفات. هيا 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 هيا, هيا يا أخوات. هيا هيا يا أخوات. هيا هيا هيا. خسارة، الأيام الجميلة في الريف تمر بسرعة. سنعود مرة أخرى إن شاء الله. ولكن كما يقولون في السفر سبع فوائد. هل اكتسبت سارة فائدة واحدة منها؟ ليس هناك أفيد من تناول اللبن. سأشرب كثيرا، ربما يعيد الكالسيوم سني التي وقعت. إنه خلق الله البارئ المصور يا صغيرتي. عمي فاروق، عمي فاروق، لقد درسنا في المدرسة مراحل تكون الثمار على الأشجار، فهل سنرى ذلك في الحقل؟ بإذن الله يا سلمى. هيا بنا. هيا هيا هيا. إن حياة الريف هنا حياة بسيطة، والإنسان الريفي بسيط، يهمه الاعتناء بحقله. من يزرع يحصد يا عم فاروق. بارك الله فيك. عم فاروق، هل أستطيع أن أخذ هذا الحمار معي إلى المدينة؟ نعم، لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ ألا تذهبي به إلى المدرسة. ماذا فعلت؟ كنت أقطف ثمرة برتقال. اتركوها. هيا معي في الرحلة من البداية. هيا. من هنا يبدأ الزرع، فلقد تم غرسي عندما كنت بذرة في هذا الطين جيدا. وماذا بعد؟ فأكبر وأكبر بفضل الله تعالى حتى تظهر بعد ذلك الساق. وماذا بعد؟ وبعد الساق تتكون أوراقي بقدرة الله، ثم تظهر الثمار وهي خضراء، ثم تترك حتى تنضج. وبعد أن تنضج نأكلها؟ نعم، ولكن هذه المراحل تمر، والفلاح يرعى تلك الأشجار فيرويها بالماء ويراعيها حتى ينتهي منها بحصد ما زرع، وكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يا رب يا فتاح، يا رب يا فتاح، مالك خد الفلاح وارزقه كل صباح، يجني ويعطينا. يا رب يا فتاح، مالك خد الفلاح وارزقه كل صباح، يجني ويعطينا. يا خالق الأشجار وواهب الثمار، يا رب يا غفار بارك أراضينا. يا خالق الأشجار وواهب الثمار، يا رب يا غفار بارك أراضينا، بارك أراضينا. يا رب يا فتاح، بارك خطى الفلاح وارزقه كل صباح، يجني ويعطينا. يا بارئ الإنسان ومطير الحيتان، يا رب يا حنان أكرم أهالينا. يا بارئ الإنسان ومطير الحيتان، يا رب يا حنان أكرم أهالينا، أكرم أهالينا. ها
هذه هي طريقة ري المياه الحديثة. التقنية ساعدت الفلاح إلى حد كبير بفضل الله، فهذه الآلة تنقل الماء عبر هذا الخرطوم إلى الحقل مباشرة حتى ترتوي الزروع. مهلا، أين ذهبت سارة؟ فلنبحث عنها لأنها فضولية جدا. هيا. ماذا بك يا سارة؟ حزينة. لماذا؟ لقد وضعت برتقالة في باطن الأرض ولكنها لم تكبر حتى الآن. أولا البرتقال لا يزرع هكذا، ثانيا هذا يلزمه أيام طويلة ولا يحدث بين يوم وليلة. إن سارة ظريفة جدا، ظريفة. شكرا شكرا يا حلوين. سين 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 فتحة يعني سارة سلمى أو سلوى، نعرفهم مثل الحلوى نهواهم مثل الرياحين. سين فتحة يعني سارة سلمى أو سلوى، نعرفهم مثل الحلوى نهواهم مثل الرياحين. سين 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 سنشاهدهم كي نختار ما يبعد عنا الأخطار، ونتابعهم باستمرار يجمعنا شوق وحنين. سنشاهدهم كي نختار ما يبعد عنا الأخطار، ونتابعهم باستمرار يجمعنا شوق وحنين. سنشاهدهم كي نختار.